بالنسبة للناس اللي كيعانيو من مشكل تساقط الشعر بالخصوص، اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفة رهيبة واللي كتعطي واحد المفعول كالسحر في علاج تساقط الشعر وكذلك مشاكل الصلع. بالنسبة اللي عندهم الشعر ديالهم خفيف بزاف او الجلدة كتبان ليهم يعني، ولا عندهم مشكل ديال الصلع المبكر، غادي نعطيكم هذه الوصفة هذه اللي غادي تشكرون عليها وترحموا لي عليها الوالدين. وصفة مكونات بسيطة عندكم في الدار، ولكن صدقوني إذا قلت لكم المفعول ديالها قوي في علاج جميع مشاكل الشعر وبالخصوص تساقط الشعر وكذلك المشاكل ديال الصلع، اللي عندهم الفراغات الأمامية، اللي عندهم ديك البلايص حدا الجبهة ولاو فارغين بزاف ما كيطوالوش، واللي الشعر ديالهم خفاف ليهم حتى قراع ما بقى حتى شي زغبة. اليوم غادي نهنيكم بهذه الوصفة اللي غادي نبارطاجي معاكم، وصفة كتعمل على يعني تكثيف الشعر كذلك على تحفيز البصيلات ديال الشعر على النمو، غنية بزاف ديال الفوائد اللي كتساهم يعني في تطويل الشعر بسرعة وفي واحد المدة قصيرة غادي تبان لكم النتيجة يعني بالنسبة للحد من تساقط الشعر وكذلك بالنسبة يعني لتطويل الشعر وعلاج التساقط. غادي ندوزو تشوفوا معايا المكونات وكذلك طريقة التحضير. فاللي محتاجة شي وصفة البنات تخليها لي في التعليقات يعني أسفل الفيديو، وحاولوا يعني ماكسيمو البنات عفاكم توصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، باش هكا كاع الناس اللي عندهم تساقط، كاع الناس اللي عندهم المشاكل يعني ديال الصلع إن شاء الله يستافدوا من هذه الوصفة هذه. وكذلك ما تنساوش تخليوا لي شي تعليق في آخر الفيديو كيف جاتكم الوصفة ديال اليوم. غادي نبداو كيف ما كتشوفوا معايا، عندنا اول مكون اللي هو البصل، من احسن يعني يستحسن يكون بصل احمر، فهو غني بعدة فوائد اللي هي كتعمل على تطويل الشعر وكذلك على محاربة يعني تساقط الشعر، وكتوقف لنا من تساقط الشعر، فهو يعني كيحتوي على واحد المواد كبريتية اللي كتساهم في نمو الشعر وكذلك في تحفيز البصيلات ديال الشعر على النمو، فهو من اقوى المكونات يعني على الاطلاق، اللي هي معروفة يعني انها كتمتاز بواحد الفعالية كبيرة في تطويل الشعر وفي الحد من التساقط. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ هنايا واحد النص ديال بصلة، غير هي تكون حمراء يعني من احسن صافي، وغادي نقطعوها يعني بالقشر ديالها، كتاخدو نص ديال البصله كتقطعوها بالقشر ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نخليوهم يعني طريفات بحال هكا يعني قطع صغيره. بالنسبه للبصل فهو مزيان بزاف يعني كيوقي يعني الفروه ديال الراس من الالتهابات، كيف ما قلت لكم ما تيخليش تساقط الشعر، غني بمضادات الاكسده اللي كتحمي لنا الشعر ديالنا من الشيب المبكر، كذلك كيعطي لنا معان للشعر. تناخذوا هذه الكميه هذه كنديروها في واحد الكاسرونه، غير نص بصله راه كافي، نديروا غير نص بصله كافي، اما لو كانت بصله صغيره ديروا بصله صغيره. غندوزو المكون الثاني هو البنان او لا الموز. فبالنسبه اللي خصكم يعني تعرفوا على الموز هو انه فيه بزاف ديال الفوائد اللي يعني كيحتاجها الشعر ديالنا، لا بالنسبه يعني للتطويل، لا بالنسبه لعلاج التساقط، لا بالنسبه للمعان، وكترطب وايضا كيرطب الشعر، فيه بزاف ديال العناصر اللي مهمه بزاف للشعر. فبالنسبه يعني الفوائد ديالو فهو يعني فيه البروتينات، فيه الفيتامينات، فيه الزيوت الطبيعيه، كذلك فيه المغنيسيوم، بوتاسيوم، فيه بزاف يعني ديال المجموعه ديال الفيتامينات، تعطينا النعومه، تحمي لنا الشعر ديالنا من يعني التلف، كذلك تحمي لنا الشعر من التقصف، وكيعطينا واحد الرطوبيه، واحد اللمعان للشعر ديالنا، وكيقوي الشعر يعني كيقوي الشعر وتعطي واحد الكثافه اللي زوينه بزاف، اللي شعرها خاوي، اللي شعرها قرا عليها، اللي شعرها خوا يعني ما بقات فيه حتى شي زغبه، جرب هذه الوصفه هذه وغتشوفي النتيجه بعينك، غير تبعوا معايا الفيديو وغتشوفوا هذه الوصفه كيفاش غادي تطول لكم الشعر ديالكم. فمن الوصفات الصراحه من الوصفات يعني اللي عندها واحد المفعول يعني سريع في تطوير الشعر وفي الحد من التساقط. فهنا غادي نحتاجو غير القشور ديال الموز فقط كيف ما كتشوفوا معايا، من احسن يكون الموز يكون طيب مزيان، يعني يكون اللون ديالو يعني اصفر غامق، ويكون حتى كيبدا كيكحل، هاد باش غادي تستعملوه ان شاء الله في هذه الوصفه هذه. المهم انا قطعته هنا قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نضيفوه هنا على
على البصل يعني اللي حضرناه من قبل. المهم كتقطعوه قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا صافي. غادي نضيفوه هنايا على هاد البصل اللي حضرناه. دابا غادي تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نضيفوا ليهم. بالنسبه لهاد الوصفه صراحه من الوصفات اللي انا غادي نشاركهم معاكم، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه الا يعني كنتو الشعر ديالكم ما تيطوالش ليكم، ما كيزيدش في الطول ولا سنتيم، ما كيتزادش واخا يبقى يعني عام، ما كيطوالش لك شعرك، دائما كتشوفيه في ديك الحد اللي هو فيه. فجربي هاد الوصفه هذه وردي عليا الخبر. هنا غادي نضيفوا ثالث مكون اللي هو الحبه السوداء او السانوج، كنديروا ملعقه كبيره. بالنسبه للحبه السوداء غنيه عن التعريف وفيها بزاف ديال الفوائد بالنسبه للشعر، لا بالنسبه للتطويل ولا بالنسبه يعني للترطيب، فهي رائعه بزاف. هنا عندي اليازير او الاكليل الجبل كيف ما كتشوفوا معايا، او الروزماري حتى هو مزيان بزاف خصوصا لحد من تساقط الشعر، وكذلك مفيد بزاف يعني في تطويل الشعر وفي علاج الشعر، يعني الشعر اللي كيكون متقصف، الشعر اللي كيكون متضرر، تنديروا منه ملعقه كبيره. كل من المكونات اللي غتشوفوا معايا يعني دابا غنديروا منه ملعقه كبيره. عندنا حب رشاد كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو هذا حب رشاد. حب رشاد تيعالج الشعر وكيطول الشعر، يعني هذه خلطه يعني ديال اعشاب مع البصل وكذلك قشور الموز، كتعمل على تطويل الشعر يعني بواحد الطريقه او بواحد السرعه صاروخيه البنات، يعني راه ما تتخيلوش كيفاش غيبدا يطول الشعر ديالكم. اللي شاف الشعر ديالك غادي تسولك على شنو كديري. هنا من بعد ما درت هاد المكونات غادي ناخدو كاس ديال الماء كيف ما شفتوا معايا، كنضيفوه يعني كاس كبير كنضيفوه على المكونات، وغادي نديهم على النار نخليهم تيطبخو مزيان. تقريبا هنا المدة 20 دقيقة من نار متوسطة حتى يبان لكم اللون ديال الماء تيتغير كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. صافي هنا انا طبخو هاد المكونات غادي نطفي عليهم النار وغادي نرجع معاكم باش نكملو ان شاء الله التتمة ديال الوصفة. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هما دوك المكونات طبخو مزيان، كتخليهم كيطبخو حتى دوك القشور ديال الموز كتقلبوهم تلقاوهم طابو. هانتوما كي كتشوفوا معايا نوريكم هكا باش ديك الحبه السوداء مع حب رشاد مع داك اليازير، يعني كل شيء كيطلق الفوائد ديالو في هذا الماء، وكذلك البصل والموز دوك الفوائد كاملين تحصلوا عليهم في هذا الماء هذا. المهم كيف ما كتشوفوا معايا خاص داك الموز يطيب وحتى دوك المكونات الاخرين راه ديك الساعه صافي كيكونوا وجدوا. دابا غادي نصفيوهم غناخدو ليهم غير هذاك الماء ديالهم هو اللي غادي نحتاجه ان شاء الله للشعر ديالنا. فهنا غادي ناخد واحد الصفايه واحد الكاس غادي نصفي هاد المكونات هادو مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا داك حب رشاد راه طلق داك الجلد ديالو اولا ديك الماده اللي كتكون اللي تيطلق يعني حب رشاد. صافي دابا من بعد ما صفيت هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوريكم هنا اللون ديال الماء كيفاش غادي يولي. فاللون ديال الماء كيتغير كيولي لون كما غادي تشوفوا معايا. وصراحه يعني هاد الوصفه سهله يعني غير مكلفه وكذلك سهله بالنسبه للطريقه ديالها، يعني كيفاش غادي تستعملوها سهله. كاين بزاف اللي ما تيعكزوا على الوصفات لان كيجيوهم شويه كياخذوا الوقت، فهاد الوصفه ما غتاخدش لكم الوقت البنات، وفي نفس الوقت يعني غادي تحضروها غير جوج مرات في الاسبوع يعني غادي تحضروها، فعلى ما اظن يعني سهله ما تكونش صعيبه. هنا غادي ناخذ واحد البخاخ يعني من بعد ما صفينا داك الماء ناخذ واحد البخاخ اللي فيه غادي نخو هذا الماء يعني غنملؤوه بهذا الماء. هاد البخاخ البنات بدون غسل بدون زيوت فقط غادي ترشوه على الشعر ديالكم وشوفوا الشعر كيفاش غادي يولي. فبالنسبه يعني لكيفيه الاستعمال ديال هاد البخاخ، اول حاجه كديروه في الثلاجه وكتخليوه تيبقى 3 ايام، هذا تخليوه يعني كيبقى 3 ايام يعني في الثلاجه
بغيتي تستعملي مره واحده يعني في الاسبوع، تستعملي الوصفه وديريها الاسبوع كامل، راه ماشي مشكل. ضاعفوا الكميه ديال المكونات وغادي ديروا وصفه، ديروا بها جوج ديال الاستعمالات يعني اسبوع واحد. فغادي الطريقه غتبداو كترشوا على الفروه ديال الراس ديالكم. اهم حاجه كيف ما كنقول لكم دائما هو ديروا تدليك باطراف الاصابع يعني الفروه ديال الراس، ومن بعد تترشي هاد سبراي على الجلده ديال راسك يعني على الفروه ديال الراس، وكديري داك التدليك هكا باش كيتشربوه لك يعني المسام ديال الجلد ديالك ديال راسك، وبالتالي كيستافدوا من هاد الوصفه هذه. كديروا يعني كترشوا 3 المرات في النهار، يومين عاد تتغسلوا الشعر ديالكم، يعني كل نهار كترشي 3 المرات كترديه هذا البخاخ للثلاجه. من بعد ما تدوز يومين عاد تتغسلي شعرك، يعني ما كتغسليش من اول استعمال، لا كديري يعني بحال 6 المرات، يعني كل نهار 3 المرات لمده ديال يومين. النهار الثالث تتغسلي الشعر ديالك وكتعاوديها تتغسلي شعرك يعني وكينشف ليك عاد باش كتعاوديها مره اخرى. هذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. اللي عندها شي سؤال او استفسار مرحبا، خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وكنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وفي امان الله.